للحديث عن تجارب المقتربين من الموت دينيا وطبيا. أرحب على طبعا عبر خدمة الزوم بضيفي الشيخ يعقوب الهوتي، وأيضا عبر الهاتف سيكون معنا الدكتورة ليلى محمد المرزوقي أخصائية أمراض قلبية. يا مرحبا بكم. حياكم الله. بارك الله فيكم. الله يحفظك يا رب. طبعا نحن أول شيء يعني اللي يذكر التاريخ قصص عن غرائب الحياة والموت، فهل ظاهرة الاقتراب أو العودة من الموت كانت محل اهتمام دكتور أو فضيلة الشيخ يعقوب؟ بداية الحمد لله رب العالمين، فضيلة الشيخ رب العالمين، بعد العودة من الموت. نعم، طبعا القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر الله جل وعلا بعض القصص اللي فيها العودة من الموت. نعم، قصة البقرة في سورة البقرة، قصة الرجل الذي مات فأحياه الله تبارك وتعالى، وهذه كانت معجزة لموسى عليه السلام لكي يعلم عمن قتله. نعم. أيضا في سورة البقرة قص الله تبارك وتعالى علينا قصة الرجل اللي مات 100 عام ثم أحياه الله تبارك وتعالى، فقال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. شوفوا، مات 100 سنة. نعم. ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. نعم. قال: بل لبثت 100 عام. سبحان الله، شوفوا الفترة لما مات هذا الرجل، بعد 100 سنة أحياه الله تبارك وتعالى وسألها الله جل وعلا: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. يعني هذه 100 سنة كانت حق هذا الرجال تقريبا يوم أو بعض يوم. فقال الله جل وعلا: قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك لم وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا حكاه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه. أيضا ذكر الله جل وعلا في كتابه قصة أصحاب الكهف، هذا لما ماتوا بس الموتة الصغرى. الموتة الصغرى طبعا في موتة كبرى اللي هي الموتة النهائية طبعا، وفي الموتة الصغرى اللي هي النوم. هؤلاء أماتهم الله 300 سنة، يعني ناموا 300 سنة، وظنوا أيضا أن هذه 300 سنة يوم أو بعض يوم. صحيح. وأيضا حكى الله تبارك وتعالى في كتابه أن من معجزات عيسى عليه السلام، عيسى نبي الله، عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، كان من معجزاته وآياته أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. ونعم بالله، هذه ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم. فلا بد أن نؤمن بها ونعلم أنها حق وقعت. وأما ما نسمعه يعني من كثير من الناس: حصل معي كذا، حصل معي كذا، ترى كل واحد يستطيع أن يدعي، وكل واحد يستطيع أن يقول، وكل واحد يستطيع أن يعني ينسج خيال ويتخيل أشياء ثم يقول أنها حصلت معي. طيب، السؤال الذي أظن يعني اللي لابد أن نجيب عليه، طيب، والذي أظن أن كل المشاهدين ينتظرون إجابة عليه. جميل. ماذا يحصل للإنسان إذا مات؟ لا، هذا نحن نتحدث دكتور يعني فضيلة الشيخ الآن عن مثل ما ذكرت أنت، من يتحدثون عن العودة من الموت وماذا رأوا، الروايات تتشابه. لذلك دعنا ننتقل للدكتورة ليلى. كنت بسألين دكتورة ليلى، يمكن نسألها على الرأي العلمي ومن ثم نحاول أن نصل إلى يعني صحيح. مفهوم محدد ويكون جميل للمشاهدين. نعم دكتورة، دكتورة ليلى حياك الله. يعني بداية ناخذ الموضوع من الرأي الطبي، شو النقاط اللي تستوقفك في روايات المقتربين من الموت؟ طبعا احنا عندنا من الناحية العلمية ان الموت ممكن يكون الموت اللي احنا نعرفه، او ساعات احنا احيانا نسمع بالموت السريري، يعني الشخص اللي هو موجود في غيبوبة وما يقدر يتنفس إلا عن طريق الجهاز، جهاز التنفس، وكذلك جذع الدماغ يكون ميت، فهذا يسمونه الموت السريري، لكن القلب ينبض. لكن عندنا نحن حالات ممكن نسمع فيها، والله نقول في واحد غسلوه، وبعد ما غسلوه بعد فترة، بعد يعني مدة من الغسل قبل يجنونه، سمعوا له صوت. نسمع هاي حالات نادرة، وساعات نسمع فيها في الجرائد ووسائل الإعلام، نسمع فيها بالحالات هاي. طبعا حالات هاي حالات نادرة جدا، وهي حالات علمية، وفيه دراسات كثيرة عن الحالات هذه وكيف ممكن الحالات هذه
انها تصير. قبل لا طبعا انا اتكلم في الحاله هذه، احب اوضح للمستمعين كيف ان ما معنى الموت من الناحيه الطبيه. وطبعا احنا نعرف بان القلب يضخ الدم لجميع انحاء الجسم بما في كل الاعضاء والانسجه والخلايا الموجوده، وعندما يتوقف القلب ما يكون هناك في دم او اكسجين للاعضاء والانسجه والخلايا هاي. وهذا التوقف لازم يكون توقف لا رجوع فيه ولا يمكن تصحيحه، وهذا هني هاي الفترة نقول إن الشخص مات. طبعاً إحنا نعرف أحياناً يوم الشخص يكون موجود في المستشفى على سبيل المثال ويتوقف القلب ويتوقف التنفس، يسوي له إنعاش قلبي ورئوي ويكون ناجح، والقلب يرجع مرة ثانية للضخ، خاصة إذا المشكلة اللي كانت متسببة في إيقاف القلب قد تم تصحيحه والإنسان يرجع. لكن نحن نتكلم عن الحالات النادرة جدا، اللي إن في الحالات إن إيقاف القلب يصير إنه بعد فترة خلاص الناس يعتقدون إن الشخص هذا مات وقلبه 10 دقائق وكذي، أو مثلا بعد فترة يشوفون ان القلب والتنفس مش موجودين وخلاص يقول ان الشخص هذا مات، لكن يروحون مثل المثال اللي ذكرت يروحون عند الغسيل وهذا، بعدين يسمعوا له صوت او في الكفن يسمعوا له صوت. طبعا هذه الظاهرة، هاي ظاهرة لها استفسارات علمية، وهي ظاهرة مثل ما قلت نادرة جدا. يعني من في دراسة قالت ان من بين سنة 1982 ل 2008 في حصلوا بس 32 حالة من هاي الحالات. وهي طبعا احب اوضح للمستمعين ان الموت ليس حدث ولكن عملية، عملية الانسان يمر في هاي العملية الى ان نقول ان الانسان قد توفى، مو فقط بان القلب يتوقف او ان التنفس يتوقف، لكن في اشياء ثانيه لازم تصير بحيث ان نحن نعلن عن الشخص بانه ميت. فمثلا توقف ضربات القلب وصوت القلب، عدم التنفس، عدم وجود نبض، وما في اي رد فعل للالم، وما في وبؤرة العين ما تكون لها أي تأثير تتأثر بالإضاءة. لكن دكتورة يعني هل توقف الأجهزة خلال هاي الفترة لما الأجهزة تتوقف يقدر الشخص يعني في هاي الفترة البسيطة إنه يتخيل أو يشوف أشياء؟ سؤال وايد جميل عبير، لأن نحن دائما نشوف في الأفلام إن الشخص إذا مثلا كان مثلا حادث سيارة ولا طاح من فوق للبناية لتحت، يراونه في الفيلم إن حياته يشوف حياته قدامه، يتذكر كل شيء قدامه. فكانت في دراسة جميلة، مش دراسة لكن كان حالة جميلة جدا تم ذكرها في المجلات الطبية، بأن شخص كانوا يبون يسووا له MRI الأشعة المقطعية للدماغ، وأثناء وجوده في تحت الجهاز علشان يسووا له الأشعة المقطعية للمخ توقف قلبه. فخلال الفترة هذه شافوا كيف بأن الدماغ والكهربية الدماغ والشكل الدماغ كيف كان، وقالوا يمكن يعني نظرية أن الواحد يوم يقترب من الموت يشوف حياته قدامه، يمكن هاي النظرية تكون صحيحة. طبعا هذه حالة واحدة، يعني احنا ما نقدر نثبت السبب على لحالة واحدة، تحتاج مزيد من الحالات، لكن هاي الحالة حالة نادرة هذه كانت، أن سبحان الله قدرا الشخص كان موجود تحت جهاز الـMRI أو الرنين المغناطيسي للدماغ يوم صارت له الحالة هذه. فهذه نشوفها ومحتاجين طيب. أكثر لأدلة عليها. طيب دكتورة يمكن احنا نبغي توضيح أكثر، ولكن بداية أعود إلى الشيخ يعقوب الهوتي. فضيلة الشيخ، يعني نحن تحدثنا عن الأمر وذكرنا عمليات الموت أيضا في القرآن والتي ذكرت في القرآن، هناك روايات عن أشخاص يمرون بتجربة الاقتراب من الموت، ولكل رواية لها تفاصيل ولكل رواية لها تجربة، ولكن اللي يستوقفك هنا أن هذه الروايات من أشخاص مختلفين في الثقافات أو حتى في التباعد من ناحية البلدان اللي يسكنونها، ولكن هناك تطابق كبير في هذه الحكايات. ألا يمكن أن تكون هذه حالات أيضا كما تحدى بعض الناس قديما الله سبحانه وتعالى وثبتت الروايات في القرآن، ألا يمكن أن تكون هذه حادثة بين هذا العبد وبين الله لإثبات أمر لهذا العبد، ولكن لا يوجد نبي أو ذكر لها في القرآن؟ ما رأيك في هذا التفسير؟
بداية نحن لما نشوف أن الناس يعني مع اختلاف ثقافاتهم يجمعون على يعني بعض الأشياء اللي تحصل بعد الموت. أولا نقول تعرفون أن الناس كلهم يعني نهايتهم واحدة ألا وهي الموت، وغالب الناس من المسلمين وأيضا أهل الكتاب وغيرها من الأديان يقرون بحياة ما بعد الموت ويؤمنون بحياة ما بعد الموت. جميل. ويعلمون أن بعد الموت هناك نعيم وهناك عذاب كما جاء في القرآن كما جاء أيضا في الكتب السابقة، فهذا أمر نتفق عليه جميعا. ثانيا الأمر الثاني حقيقة الموت وما يحصل بعد الموت، كثير من الناس رأى هذا الأمر في رؤى، وشفنا في كثير من برامج تفسير الأحلام كثير من المتصلين يتصلون ويتكلمون أنا رأيت رؤيا كذا وكذا. وأيضا في التاريخ الإسلامي نجد كثير من الأئمة والعلماء يتكلمون عن حياة ما بعد الموت، وأيضا جاءت آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل للإنسان بعد الموت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنا بذكره ما أبغى أخذ الوقت الكثير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا أو في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا إيش يحصل معه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن أكفان الجنة يخرجون الروح، إذا خرجت الروح مات الإنسان. يعني اليوم احنا طبيا نقول الموت توقف القلب، توقف القلب هو خروج الروح كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك أن الإنسان إذا مات خرجت الروح من البدن. نعم. فهذا الأمر يعني يبين للناس أو نتفق عليه جميعا أنه خروج الروح من البدن هو الموت. خلاص. طيب ماذا يحصل بعد الموت؟ مثل ما ذكرت قبل شوية أن بعض الناس رأوا رؤى ورأوا أحلام وبنوها أصلا من الآيات، يعني ربي جل وعلا يقول طبعا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني بعد الموت في حياة أخرى اسمها إيش؟ حياة البرزخ. نبينا صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج ذكر كثير من المواقف سواء النعيم أو عذاب ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم مما رآه في حادثة الإسراء والمعراج. أيضا في القرآن ربي جل وعلا يخبرنا عن حقيقة تحصل لكل عبد مؤمن مسلم تحصل له هذه الحقيقة، ألا وهي البشارة التي ينزل بها الملائكة أول ما يموت الإنسان المسلم، أول ما يموت وتخرج الروح تنزل عليه ملائكة كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يقول أهل التفسير أن هذا النزول عند الموت لإخراج الروح وهي مصداق الحديث النبوي، تتنزل عليهم الملائكة. طيب شو تقول الملائكة؟ يقول الله جل وعلا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. سبحان الله. شوف نعم. هذه الثلاث كلمات هي أول كلمات يسمعها العبد عند خروجه من هذه الدنيا أو عند خروج الروح من هذه الدنيا، خروج الروح من البدن، ألا يخاف مما هو مقبل عليه. نعم. وأن لا يحزن لما هو تاركه، وأن يبشر بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بارك. هذه أول كلمات يسمعها العبد عند نعم. الموت. جميل. ثم تقول الملائكة نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أيضا تعقيبا على كلام الدكتورة لما قالت يعني في بعض الأفلام وكذا أن الميت يشعر، نحن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن العبد يسمع بعد ما يدفن ويقبر في قبره يسمع قرع نعال أهله، يعني أهله لما يروحون يسمع قرع نعالهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في القبر ينزل عليه ملائكة، يعني في القبر ترجع الروح مرة ثانية إلى البدن وتأتيه ملائكة اللي هم منكر ونكير ويسألونه. نعم. أيضا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد نعم. يفتح له باب من الجنة أو يفتح له باب من النار حسب ما أقبل على الله تبارك وتعالى. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ نحن بنكمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا الموت يعني ربي جل وعلا يقول في كتابه أن الموت يعني لو كان يعني 1000 سنة أو 2000 سنة أو 3000 سنة أو 10000 سنة
للإنسان الميت في قبره كأنه يوم نعم. أو بعض يوم. نعم. فضيلة نعم. الشيخ نحن بناخذ الرأي الطبي. عند البعض أكيد. هذه الحقائق التي جاءت في كتاب ربي تبارك وتعالى الشيخ يعقوب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعقوب تسمعنا؟ بعد الموت إلى يوم القيامة. الشيخ يعقوب تسمعنا؟ نعم. هي يعطيك العافيه. نحن طبعا اكيد يعني الصوت واطي شوي. ما هي وصلت أحسن. وصلت المعلومه كامله. يعطيك العافيه. مشكور. ما قصرت. ربي يحفظك يا رب ان شاء الله. فبناخذ راي الطبي عبد الله. يعني اعتقد نقدر نختم وياك في هذا الحديث. بناخذ بس رد خفيف من الدكتوره. تفضل يا عبير. دكتوره يعني ناخذ كلمه تلخصين فيها يعني ما يصيب المريض في بعض الحالات الحرجه وياك. دكتورة ريانا، دكتورة ليلى. ألو، نعم عبير، تفضلي. ناخذ منك كلمة يعني تلخصين فيها عن الحالات اللي ينصاب فيها المريض في الحالات الحرجة. طبعا الحالات الحرجة اللي تؤدي إلى توقف في القلب هي حالات مختلفة. ممكن أنها تكون الحالات المرضية اللي موجودة في القلب، مثل مشاكل في عضلة القلب أو مشاكل في كهربية القلب أو ساعات السكتات القلبية هي اللي تؤدي إلى توقف في القلب. وأغلب السكتات القلبية اللي تصير برا المستشفيات تؤدي إلى توقف القلب، وإذا ما كان في إنعاش قلبي ورئوي المريض يتوفى. وطبعا هناك في حالات كثيرة ممكن أنها تكون سببها توقف القلب والموت غير عن مشاكل في القلب. ممكن يكون مشاكل في الأملاح اللي موجودة في الجسم، مثلا كاختلال في نسبة البوتاسيوم أو مثلا حموضة زيادة الحموضة في الدم وغيرها من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة. فإذا الشخص يعني طبعا الأعمار بيد الله، لكن أكيد. إذا الواحد لحق عليه يعني مثلا إذا في سكتة قلبية، طبعا نعرف السكتات القلبية هذه تؤدي إلى الاختلال في ضربات القلب ما يؤدي إلى أن الشخص يفقد الوعي ويؤدي إلى الوفاة. فإذا تلاحقوا على المريض في خلال هاي الفترة فممكن أنه هو بأمر بقدر من الله سبحانه وتعالى ممكن أنه إذا توقف قلبه بالإنعاش الرئوي والقلبي بأنه يرجع للحياة مرة ثانية. علشان كذي التعلم الإنعاش القلبي الرئوي من قبل غير الأطباء مهم جدا، علشان إذا حد لا قدر الله شخص طاح قدامه يعرف كيف يتعفى، لأن الفترة هذه هي فترة وايد مهمة وهي فترة حرجة ممكن تحدد أن المريض إذا هو كيف بيسعفونه وينقذونه. وكذلك مو بس حتى إذا هو يرجع وقلب اللي يضخ مرة ثانية، لا سرعة إن السرعة اللي هو حصل فيها على الإنقاذ اللي نحن نقوله resuscitation هذه الفترة وايد مهمة، لأن حتى في أحيان كثيرة الشخص يرجع بعد ما قلبه يتوقف لكنه يكون في خلل في الدماغ ويكون في مصاب بالشلل وما يقدر يتحرك ويكون يدخل في غيبوبة. يعطيك العافية دكتورة. كل الشكر للشيخ يعقوب الهوتي، وكل الشكر أيضا للدكتورة ليلى محمد المرزوقي أخصية أمراض القلبية.